السؤال الذي بين يدي جاء فيه ظاهرة العمال داخل البيوت، حيث يدخل العامل الأجنبي البيت بكل حرية ووقت ما شاء بهدف التنظيف والطبخ، حتى في حال غياب صاحب البيت علما أن البيت فيه أهل الزوج وبناته، كما نجد التساهل من بعض النساء في التعامل مع العامل، فتجدهن لا يبالين في الستر والاحتشام أمامه بحجة أن هذا عامل ليس أكثر ولا أقل. فما حكم هذه الظاهرة في الإسلام، وما هو ضابط استعمال العمال داخل البيوت؟ الجواب: للبيوت حرمات، ولذلك فرض الله سبحانه وتعالى الاستئذان في دخول البيوت، وجعله أمراً لا بد منه، حتى بالنسبة إلى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم في بعض الأوقات قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء وفي وقت الظهيرة وقت الاسترخاء والراحة، فرض الله تعالى حتى على الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا. وهذا دليل على ما لهذه البيوت من حرمات لا بد منها. أما بالنسبة إلى الأجنبي ودخوله على النساء، فإن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شددت في هذا الأمر أيما تشديد. فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: إياكم والدخول على النساء. فقاله رجل من الأنصار: أرأيت الحم يا رسول الله؟ أي حم المرأة وهو أخ زوجها، يعني كيف دخوله على امرأة أخيه؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقول: الحم الموت، يعني أن دخول حم المرأة عليها كدخول الموت في خطورته، الحم الموت. و النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم. والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ألا لا يخلو الرجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ونحن نرى كيف فرض على المرأة الاحتشام، ولم يفرض على المرأة هذا الاحتشام إلا بعدما فرض على الرجل ما فرض من القيود الأخلاقية من الاحتشام أيضا. فالله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فرض على المؤمنين قبل أن يفرض على المؤمنات ما فرض، فرض على المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وغض البصر والوسيلة لحفظ الفروج، لأن بصر الإنسان رائده إلى الشر إن أطلق له العنان. وإنك إن أرسلت طرفك رائداً لعينك يوماً أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا أن بعضه أنت صابر. البصر يرد الإنسان والعياذ بالله. فلذلك أمر المؤمنون بأن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وحفظ الفروج نتيجة لغض الأبصار. ثم بعد هذا أتبع الله تعالى ما أتبعه من أمر المؤمنات بما أمرنا به، ذلك لأن دين الإسلام بعيد عن المفارقات، لا يرضى بالمفارقات، لا يرضى بالتناقضات. وكيف يمكن للرجل أن يغض من بصره وأن يحفظ فرجه وهو لا يفتح عينيه إلا على طوفان من التبرج الشائن من قبل النساء؟ ف
فلذلك أمرت النساء بما أمرن به، فقال الله تعالى على عقب ذلك: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوان أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. كل ذلك لأجل حفظ هذه الحياة، لتسير الحياة في طريق آمن بحيث لا تزعج بشيء من هذه المزعجات من شهوات النفس التي من خلالها يتوسل الشيطان إلى إغواء هذه النفوس وإردائها والعياذ بالله تعالى. ولا ريب أن العامل ليس هو من هؤلاء، ليس هو من آبائهن، ليس هو من بعولتهن، ولا من آبائهن، ولا من آباء بعولتهن، ولا من إخوانهن، ولا من بني ولا من أبناء بعولتهن، ولا من بني إخوانهن، ولا من بني إخوانهن، ولا بني ولا غير داخل في هؤلاء الذين استثنوا. في جميع الأحوال ليس هو من هؤلاء، فلا يجوز للمرأة أن تبي شيئا من زينتها أمام العامل الذي ليس هو قريبا لها. لا يحرم عليها لا من بسبب النسب ولا بسبب الرضاع ولا بسبب الصهر، لا يحرم عليها بأي سبب من هذه الأسباب، فليس لها أن تبلي زينتها عند هؤلاء. والله تعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ أولا بأطهر بيت، ببيته صلى الله عليه وسلم، بأزواجه أمهات المؤمنين وبناته رضي الله عنهن أجمعين. بدأ الله تعالى بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب هؤلاء: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. بدأ بأزواجه ثم بناته ثم نساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ونحن نرى كيف كان هذا الخطاب لأمهات المؤمنين والتشديد على أمهات المؤمنين في هذا الأمر، شدد على أمهات المؤمنين ما لم يشدد على غيرهن قط. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ثم علل الله تعالى هذه الأوامر السابقة كلها بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أراد الله بهذا الطهارة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشديد الذي شدد هنا في أمهات المؤمنين. فإذا بقية النساء
عليهن أن يراعين هذا. هذا تشريع في أمهات المؤمنين. فكيف بالبقية مع أن هؤلاء النسوة أمهات المؤمنين كن في مجتمع نظيف، مجتمع طاهر، مجتمع لا تشبه شائبة الفساد، بين ظهراني المهاجرين والأنصار، في وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصل هذا التشديد. وكان التعليل هكذا: نهينا أن يلن القول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض في ذلك الوقت. فكيف بمجتمعات تطاير في هشيمها الفساد، وانتشر انتشارا عجيبا، وعجت أصوات الفساد فيها من خلال وسائل مختلفة، كيف بهذه المجتمعات؟ فإن النساء أولى بهن في هذه المجتمعات أن يحافظن على عفتهن وشرفهن، وألا ينسقن مع أي دعاية فاجرة تحاول صرفهن عن هذا المنهج السليم. نحن نرى كيف حصلت الأحوال في وقتنا هذا. نحن شاهدنا أشياء كثيرة منشأها هذا التساهل. قد يكون التساهل بين رجل وأخيه بأن يدخل بيته في غيابه، أدى ذلك إلى إفساد بيته. طلعنا على كثير من قضايا. طلعت أنا بنفسي على قضية امرأة فتاة كانت تعامل زوج خالتها بمثابة الخال، وأدى الأمر إلى حب وإلى غرام وإلى أن حملت منه، وهذا كتبته بخط يدها إلى نفسي، كتبته إلي هذه الرسالة، وجهتها إلي تسأل عن مخلص من هذا الأمر. رسائل عدة أتلقاها من خلال الفتيات بسبب هذا التهاون. فيجب على الكل أن يحذر، يجب على الكل أن يحذر وأن يحافظ على الأخلاق. هذه أعراض، والأرض أغلى شيء بجانب الدين، أغلى شيء. وإذا هان على الإنسان أرضه هانت عليه الحياة بأسرها. فالمحافظة على هذه الأمور لابد منها، والله تعالى ولي التوفيق.